امبارح تم اطلاق 2000 طائر من طيور الحباره اللي اوشكت على الانقراض في محميه العميد بمطروح، ودي كانت خطوه مهمه جدا لاستعاده التوازن وحفظ التنوع البيولوجي. الحين ملف الطيور الحوامه في مصر بيشهد اهتمام ملحوظ في السنوات الاخيره. عن اهميه هذه الخطوه واسباب انقراض هذا الطائر هيكلمنا الدكتور ايمن حماده رئيس الاداره المركزيه للتنوع البيولوجي بوزاره البيئه. صباح الخير عليك يا دكتور. يا اهلا بيك يا فندم. عايزين نعرف في البدايه ايه هي الطيور الحباره؟ طائر احد الطيور اللي كانت موجوده في مصر او جنوب مصر العربيه في منطقه الصحراء الغربيه. طائر من الطيور اللي هي بتتغذى على، نقدر نقول ان هي بتتغذى على اللافقاريات، يعني بعض الكائنات الحيه الحيوانيه، اللافقاريات والحشرات الصغيره، وتتغذى برضو على النباتات وعلى الاعشاب. فهي من، ليست من العشبيات فقط، وليست بتاكل اللحوم يعني فقط، يعني بتتغذى على الاثنين. هذا الطائر كان موجود في مصر لغايه فتره قريبه جدا، يعني كانت اخر مشاهدات مؤكده ليه كانت في فتره الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي. وكان موجود بكثره وبكثافه في الثلاثينيات والاربعينيات زي ما قالت الكتب اللي كانت موجوده في الوقت ده اللي بتدرس الايكولوجي وتدرس علوم البيولوجي. موثق ان هو كان موجود، وللاسف بدا ضغوط كثيره جدا منها اهمها الصيد الجائر. طبعا بدا اعداده تقل، مش في مصر بس على فكره، بدات اعداده تقل في العالم كله، وبدا يوصل لمرحله حرجه من الانقراض وخاصه في مصر. فكان بالرغم ان في برضه بعض المشاهدات من بس غير مؤكده وغير موثقه علميا من الاهالي ومن الناس اللي بتزور المنطقه الصحراء الغربيه مع حتى لغايه حدودنا مع ليبيا، الا ان نقدر نقول ان الطائر وصل لمرحله انه اوشك على الانقراض. يعني مش هنقدر نعلن ان هو انقرض من مصر، ولكنه اوشك على الانقراض من مصر. وعشان كده كان لازم وزاره البيئه تاخد بعض الاجراءات لاعاده واستعادة حالة هذا الطائر الإلهام في الإيكولوجي وفي البيئة بتاع الصحراء الغربية لمنطقة مصر، للبيئات المصرية. طب يا فندم، يعني حضرتك بتتحدث عن هذا الطائر إن هو طائر مهم جدا، ممكن حد يتساءل إيه أهمية هذا الطائر، طائر الحبارة، إيه أهمية أصلا الحفاظ على التنوع البيولوجي بشكل عام؟ تمام يا فندم. هو حضرتك خلينا ابدا الاول القصه جت ازاي، تسامحتوا ليا يعني. اتفضل. الحقيقه الموضوع جه بتوجيهات من القاده السياسيه في الدولتين الشقيقتين، يعني جمهوريه مصر العربيه ودوله الامارات العربيه، وبناء على هذه التوجيهات صدرت تكليفات من معالي الدكتوره ياسمين فؤاد لبحث سبل التعاون وازاي ممكن نشتغل في الملف البيئي وملف استعاده الانظمه البيئيه وصون التنوع البيولوجي مع الامارات، وخاصه ان عندهم هم برنامج او عندهم صندوق دولي للحفاظ على الحباره في العالم كله. والصندوق ده بقى له اكتر من 50 سنه شغال، وعملوا اطلاق في كل البيئات اللي موجود فيها الحباره. فكان من هنا كان احد اوائل الحاجات اللي نشتغل عليها. يعني احنا اتفقنا على ان احنا نشتغل على برنامج لاستعاده انواع كثيره من الانواع اللي فقدت او على وشك الانقراض في البيئه المصريه. فتم اختيار هذا النوع اولا لان هذا النوع متوفر بكثره، والامارات شغالين عليه في صندوق الدولي لحفاظ الحضاره، وعندهم اعداد كبيره جدا، وعندهم برنامج لاستعادته في العالم كله او في بيئاته اللي موجوده في العالم كله. وثانيا لاهميته في الصحراء الغربيه وفي البيئه اللي كانت موجوده في الصحراء الغربيه. زي ما حضرتك عارفه كل كائن ربنا خلقه اللي هو ليه دور في السلسله الغذائيه، سواء كانت الكائنات الاقل منه اللي هو اللي بيتغذى عليها، وبالتالي هو ليه دور في الحفاظ على التوازن والاتزان الكائنات اللي بيتغذى عليها. وانا قلت ان هو بيتغذى على بعض اللافقاريات والحشرات، وبالتالي ليه دور في الحفاظ على اتزانها وعلى زيادتها الاعداد قد تؤدي الى مشاكل قد يكون منها افات. وكمان هو ليه دور في الحفاظ على الكائنات اللي بتتغذى عليه، الكائنات الاعلى منه في السلسله الغذائيه. لو جينا بصينا حضرتك، لو رجعنا ورا شويه في الثلاثينات والاربعينات مع او النصف الاول من القرن الماضي، هنلاقي ان منطقه الصحراء الغربيه دي كان فيها كائنات كتيره جدا، كان حاله الاتزان فيها بشكل افضل من دلوقتي. كان في حباره، كان في غزلان، كان في اكثر من نوع من الغزلان في المنطقه دي. كان الغزال العفري والغزال الابيض، كان في حتى الشيتا، والشيتا دي احد الكائنات طبعا دي في اعلى في السلسله الغذائيه، وبالتالي تتغذى على كل اللي تحتها زي الغزلان وزي الحباره وخلافه. فكان ده ليه دور مهم جدا في الحفاظ على الاتزان بتاع الكائنات حتى اللي موجوده، حتى النباتات كمان، حتى النباتات، لان في كثير من النباتات عشان تنمو وتعيش في صوره طبيعيه لازم بعض الطيور تاكلها وتاخد تنقل بذورها من مكان لمكان. فبالتالي هو ليه دور كبير جدا في الحفاظ.
ودي خطه اتفقنا عليها مع دوله الامارات طبعا بتوجيهات الدكتوره ياسمين، ان دي خطوه من خطوات ثانيه ان شاء الله، لان احنا نحاول نستعيد حاله النظم البيئيه اللي موجوده في مصر، والنظم البيئيه خاصه النظم البيئيه في الصحراء الغربيه. عظيم جدا. هل طيب تم اجراء تحليل الحامض النووي ومقارنتها باللي كان موجود في المكتبات المرجعيه دي، الطيور اللي كانت موجوده قبل كذا ما حضرتك قلت لحد السبعينات مثلا، عشان نتاكد ان البيئه ملائمه لان هي تعيش فيها؟ انا اشكر حضرتك على هذا السؤال، السؤال ده مهم جدا وسؤال متخصص جدا يعني، فاشكر حضرتك على هذا السؤال. يعني طبعا كان احد اهم الشروط والاهم الضوابط عشان خاطر نوافق او نعمل ان يتم عمليه النط، لان انا هنا انا مش بانشئ مزرعه او مزرعه لاكسار طائر او كائن حي، لا انا بحاول ارجعه لبيئته الطبيعيه، يعني بحاول ارجع الكائن اللي كان موجود عندي بالفعل. وبالتالي كان اهم شيء هو عموما في برامج الاكسار، وده جزء من شغل في الصندوق الدولي لحفاظ الحضاره، ان هو يعملوا تحاليل جينيه باستمرار لاختيار الافراد الانسب والاقوى جينيا وصحيا للاطلاق. فكان لازم ان احنا نراجع الطيور دي الخريطه الجينيه بتاعتها مع الخرائط الجينيه للطيور الحباره اللي كانت موجوده في مصر، ودي طبعا موجوده متوفره في اكثر من مكتبه جينيه، وتم التاكد من ده وتعرض علينا الكلام ده والتحاليل دي قمنا بيها، تعرض علينا في اجتماع تم في مقر الوزاره، وتاكدنا تماما ان هذه الطيور هي بالفعل من نفس السلاله ونفس التركيبه الجينيه للطيور اللي كانت موجوده في مصر. عظيم جدا. طيب دكتور ايمن، حضرتك خلال حديثك ذكرت انه هذا الطائر طائر الحباره يعني قارب على الانقراض بسبب الصيد، يعني ليه بيتم صيد هذا الطائر؟ هل مجرد الصيد ولا لحومه بتطهى؟ وعايز اعرف من حضرتك كمان اليات حمايه الطيور من الصيد. تمام حضرتك، هو طبعا انا قلت الصيد باعتباره احنا بنعتبره ان هو واحد او يمكن على قائمه او على قمه قائمه المهددات. الصيد الجائر والاستخدام الغير مستدام لاي كائن حي هو واحد اهم المسببات في انقراضه، فالصيد الجائر طبعا ده واحد من اهم الاسباب. بتيجي اسباب ثانيه طبعا زي اسباب الجفاف وقله الاعشاب وقله الكلى، واللي ده كله بيتعظم او بيزيد تاثيره بتاثيرات طبعا التغيرات المناخيه اللي احنا حضرتك عارفينها وكلنا بنتكلم عنها اليومين دول طبعا، عشان استضافه مصر لاهم مؤتمر للتغيرات المناخيه في العالم. فكل العوامل دي مع بعضها مع قله الاكل والغذاء وقله المياه والصيد وكل العوامل دي وزياده هذه التاثيرات بالتغيرات المناخيه ادى الى انقراض او على الطائر ده يوصل الى مرحله كبيره جدا من الانقراض. بالنسبه للصيد، المجتمعات المحليه بتصطاد هذا الطائر لاغراض كثيره جدا. كان في وقت من الاوقات بيصطادوها بالصخور كجزء من عادات بعض المجتمعات البدويه لصيد الطيور دي بالصقور. فده كان ادى الى برضه ضغوط على لانقراضها. في بعض العادات برضه نصيرها لاستخدامها في الاكل وفي الطهي طبعا. فطبعا كل دي في بعض العادات برضه مرتبط برضه ببعض العادات اللي هي يعني بس مش هي سبب اساسي ولا سبب رئيسي، ولكن بعض العادات والمعتقدات اللي عندنا واللي دايما للاسف الشديد تبقى مرتبطه بالحياه البريه، ده هذا الطائر او لحوم هذا الطائر او لحوم السلاحف او لحوم معرفش اي كان مرتبط بالقوه والصحيه وخلافه يعني. فكل العوامل دي كلها بتؤدي طبعا الى زياده الاستهلاك بمعدلات تفوق قدره الطائر على التكاثر واعاده التوازن تاني، وبالتالي بتؤدي الى في النهايه ان اعداده بتقل سنويا بالتدريج الى ان يصل الى مرحله حرجه زي المرحله احنا وصلنا ليها فيها دلوقتي، اللي هو تقريبا يعني لو كنا بنشوفه او الناس بتشوفه، حتى في بعض التقارير بتقول ان حتى اللي احنا بنشوفه في الصحراء الغربيه ده قلنا من ليبيا. يعني هو اعتقد كمان يا دكتور ايمن ان الموضوع مرتبط انه لازم يكون في وعي عند المواطنين باهميه التنوع البيولوجي. طبعا طبعا، وده اللي احنا بنحاول نعمله في ضمن خطط وزاره البيئه المختلفه، وده اللي احنا بنشكر حضراتكم عليه على ان انتم بتلقوا الضوء على جزئيه او مهمه زي دي، لان فعلا مع كل مره بنتكلم وبنلقي الضوء على احد قضايا التنوع البيولوجي بيزيد الوعي، والوعي الحقيقه للامانه في تزايد، يمكن ما وصلناش للمرحلة الكافية من الوعي، ولكن في تزايد على كل المستويات، على المجتمعات المحلية، على الأهالي، على كل القطاعات بما فيها حتى القطاعات الحكومية. عظيم، كل الشكر لك يا فندم دكتور أيمن حمادة رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي بوزارة البيئة، شكرا جزيلا لك.